غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مقر إقامتهم بالمدينة المنورة بعد أن أتموا المرحلة الأولى من البرنامج، حيث توجه الضيوف إلى ميقات ذي الحليفة للإحرام وعقد نية العمرة. الحمد لله، نحن الآن في الميقات في التوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. The arrangement of this is really amazing and interesting that every of the Muslim community will see, and it is very helpful. I've met with many Muslims from all around the world, from Pakistan, Kosovo, from Afghanistan and many other countries. They're all having such a good time here and performing the Umrah. ثم غادروا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. انتهت مدة الإقامة في المدينة المنورة ونحن الآن لابسين لباس الإحرام لنتجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. ومن حسن حظنا أن الله اختارنا للدفعة الأخيرة من هذا البرنامج حيث يمكن لنا أداء العمرة في رمضان. أمنيات ستحقق اليوم بأننا سنعتمر ونحن لابسين الإحرام ومتجهين إلى بيت الله الحرام. الأحلام ربما كانت تراودني وتحققت اليوم بحمد الله ونعمته وفضله. ونحن الآن قد اكتملنا المرحلة الأولى في المدينة النبوية، ونحن نتوجه الآن إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. وفي وقت لاحق وصل المعتمرون لمقر إقامتهم بالعاصمة المقدسة، حيث تم استقبالهم بالقهوة السعودية وأصناف التمور وماء زمزم والورود. الحمد لله.